السلام عليكم. قبل أن نبدأ، الإخوة المشتركين في القناة الذين لا تصل إليهم إشعارات القناة، قوموا بإلغاء الاشتراك ثم أعيدوا الاشتراك مرة أخرى مع تفعيل زر الجرس حتى تصل إليكم الإشعارات، ومن لم يشترك في القناة بعد فليشترك فيها. بارك الله فيكم. إلهي واسع الكرم. ظهر النبي حجي في القرن الخامس قبل الميلاد تقريباً في بني إسرائيل ليبشر بنبي قادم. هذه البشارة التي سنذكرها في هذه الحلقة للنبي حجي تلقى اهتماماً كبيراً بين اليهود والنصارى باعتبارها بشارة، بشارة عن نبي عظيم سيأتي في آخر الزمان بصفات محددة. تقول البشارة، وهي وردت في سفر حجي الإصحاح الثاني، يقول الرب: وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم. وأزلزل كل الأمم، هذه كناية عن الجهاد الذي سيقوم به النبي الذي سيأتي، النبي الذي هو مشتهى كل الأمم. وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم. يا ترى من هو مشتهى كل الأمم؟ حتى نعرف جواب هذا السؤال سنحتاج للنظر في النص العبري. النص العبري لهذه الأعداد من سفر حجي، ها هو النص العبري. والآن سننظر لكلمة مشتهى باللغة العبرية، ها هي الكلمة. سنقوم بوضع هذه الكلمة مشتهى في أي قاموس عبري إنجليزي موثق. ها هي الترجمة: مشتهى تترجم إلى حمدة، سيأتي حمدة كل الأمم. حمدة جذر حمدة، وهو نفس جذر محمد وأحمد. والترجمة ترجمة لشخص، انتبهوا جيدا. القاموس عندما ترجمها إلى الإنجليزية لم يترجمها كمعنى، هو ترجمها إلى شخصية حقيقية، حمدة. سيأتي حمدة كل الأمم، من تحمده كل الأمم، وهو نفس التعريف العربي لمحمد وأحمد ومحمود. محمد تعني يحمده الناس، سيأتي محمد كل الأمم، نفس المعنى العربي بالضبط ونفس الجذر اللغوي، والنطق متقارب. هذا من سفر حجي الذي ما زال بين أيدي أهل الكتاب حتى الساعة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالنص العبري يحدثنا عن اسم محدد لشخص محدد، حمدة. حمدة كل الأمم، تحمده كل الأمم، محمد كل الأمم. فمن المقصود غير محمد صلى الله عليه وسلم بالمنطق البسيط؟ وحتى نتأكد ويتأكد المستمع من النطق الصوتي الصحيح لهذه الكلمة من سفر حجي، وأنها تعني شخصاً بعينه، حمدة محمد، حتى نتأكد من نطق هذه الكلمة باللغة العبرية، نستمع الآن لأحد أحبار اليهود وهو ينطق هذا العدد من سفر حجي. وهرعشتي كل هجويم وفاءوا حمدت كل هجويم وفاءوا حمدت كل هجويم وفاءوا حمدت كل هجويم وفاءوا حمدة كل هجؤيم، سيأتي حمدة كل الأمم، سيأتي محمد كل الأمم. نفس الجذر الثلاثي لكلمة محمد ونفس المعنى. للأسف في النسخة العربية المترجمة تقرؤونها ويأتي مشتهى كل الأمم، what is desired will come، والأصح ويأتي حمدة كل الأمم، وليس ويأتي مشتهى كل الأمم. والآن لننظر في كلمة كل الأمم، سيأتي حمدة كل الأمم. كل الأمم، هذه الكلمة في النص العبري لسفر حجي، ها هي كل هجوئيم. سنأخذ هذه الكلمة هجوئيم ونقوم بترجمتها ترجمة صحيحة في قاموس عبري إنجليزي موثق. الترجمة الصحيحة لكلمة كل هجوئيم هي all gentiles، كل الأميين أو كل الأمميين. ويأتي محمد كل الأميين، أو ويأتي محمد كل الأمميين.
وفاءوا حمدة كل هجويم. فمن هم الأميون؟ من هم الأمميون؟ الأميون هي الأمم غير اليهودية، فالأمم التي ليست بيهودية يسمون الأميون جنتايلز. كل من ليس يهوديا يسمى أميا جنتايل. وكثير من اليهود كانت عندهم عنصرية تجاه الأميون، فكان اليهودي يجيز لنفسه أن يظلم غير اليهود، أن يظلم الأميين، ولذلك نزل فيهم قول الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هذا النص في سفر حجي يتحدث عن الأمم غير اليهودية الأميين، فالنبي القادم المبشر به في هذه البشارة من سفر حجي ليس من بني إسرائيل، سيأتي رسولا نبيا من الأميين. وفاء حمدة كل هجوئيم، سيأتي محمد الأميين. والآن انظر لقوله تعالى وتدبر: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، مكتوب عندهم في التوراة أن نبيا أميا سيأتي من خارج بني إسرائيل. وفاء حمدة كل هجوئيم، سيأتي محمد الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث الله عز وجل رسولا من الأميين لكل البشر، لكل المكلفين على وجه الأرض. لكن هنا سيظهر سؤال: طالما أن هذه البشارة بهذا الوضوح الشديد، لماذا لم يؤمن أهل الكتاب؟ لماذا لم يسلموا على بكرة أبيهم؟ لماذا ما زال كثير منهم حتى الساعة يكفرون بالإسلام، يكفرون بدين الله عز وجل؟ والجواب أن الربيين علماء التوراة الذين درسوا التوراة بتمعن يعلمون تماماً أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الأميين، الرسول الذي بشرت به التوراة، لا يستطيعون إنكار ذلك، لكنه فقط في تصورهم نبي الأميين وليس نبيهم هم. So I as a rabbi view Muhammad as one of the greatest prophets to the Gentiles. So I as a rabbi view Muhammad as one of the greatest prophets to the Gentiles. As one of the greatest prophets to the Gentiles. هم يعترفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو واحد من أعظم الأنبياء الذين بعثوا، لكن يسول لهم شيطانهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث فقط للأميين وليس لهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث من الأميين لكل الأميين ولكل البشر. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهل النبي يكذب حين قال لكم أن رسالته للبشر جميعا؟ هل يجوز الكذب على النبي؟ هل النبي يكذب حين أخبركم أنه يلزمكم الإيمان به والتصديق برسالته، ومن لم يؤمن به فقد كفر؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من التوراة. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو بشارة التوراة التي معكم. ثم ألم تخبركم التوراة أن الرسالة والنبوة ستنتقل من أمتكم إلى أمة أخرى؟ ملكوت الله سينتقل إلى أمة أخرى. ألم يقم أباكم يعقوب عليه السلام بوصيتكم قائلا:
لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، أي لا يزول الحكم ولا التشريع من نسل يهوذا، سيبقى الحكم والتشريع في بني إسرائيل حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. حتى يأتي شيلون، شيلون تعني الذي سيرفع عنكم الأغلال، سيرفع عنكم الأحكام التشريعية القاسية التي فرضت عليكم لظلمكم وفسادكم، وله سيكون خضوع الأمم. سيفتح الله على يديه الممالك العظيمة. فيعقوب عليه السلام أوصاكم بهذا في توراتكم، ويقول القرآن الكريم مصداقا لهذا الكلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. مكتوب عندهم في التوراة، ما صفة هذا النبي؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا النبي الأمي سيرفع عنكم الأغلال، الأحكام التشريعية المشددة، إذن يلزمكم الإيمان به. فهذه كانت وصية يعقوب عليه السلام قبل موته في كتابكم. للأسف تضيعون نجاتكم بأيديكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم ألم يهدم الهيكل اليهودي ويسوى بالتراب حتى لا يعرف له مكان حتى الساعة؟ أليس هذا دليلاً على نسخ الشريعة، على نسخ الديانة؟ ثم ألم تتوقف النبوات فجأة عندكم؟ فجأة توقفت الرسالات في بني إسرائيل بعدما حاولوا صلب المسيح عليه السلام، والمسيح عليه السلام كان كما هو معلوم من نسل يهوذا، ويعقوب بشر بأن النبوة والحكم ستبقى في نسل يهوذا حتى تنتقل إلى شيلون، إلى من يرفع عنكم الأغلال. إذن بعد المسيح عليه السلام والذي كان من نسل يهوذا انتقلت الشريعة، انتقلت الرسالة إلى أمة أخرى. أليست كل هذه الأدلة كافية لتسلموا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول لكل البشر ولكم؟ قال ربنا سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون نذيرا لكل البشر وليس فقط للأميين. إلهي واسع الكرم. نعود مرة أخرى لتكملة النص في سفر حجي: فأملأ هذا البيت مجدا. أي بيت يا ترى؟ سنعرف بعد قليل. قال رب الجنود: هذا حديث عن نبي مجاهد. لي الفضة ولي الذهب، يقول رب الجنود. لي الفضة ولي الذهب، هذا حديث عن نبي سيجاهد. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض، الكنز الأحمر هو الذهب والكنز الأبيض هو الفضة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنه أعطي الفضة والذهب، كنزي قيصر وكسرى بالشام والعراق، وهما المعروفان في التاريخ بكنزي الفضة والذهب، لأن غالب معاملات الأول بالفضة والثاني بالذهب. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذين الكنزين سينفقان في سبيل الله، والحديث متفق عليه: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وبالفعل حدث ما تنبأ به صلى الله عليه وسلم، وفتحت الشام والعراق، وأنفقت كنوز قيصر وكسرى في الشام والعراق في سبيل الله. عندما نربط هذه البشارة التي تحققت بنبوءة حجي، نبوءة حجي التي تقول لي الفضة ولي الذهب، فنعلم أنه لا يقصد أحد بهذه النبوءة سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أعطي كنزي الفضة والذهب. وهذا بالفعل ما حدث: لي الفضة ولي الذهب، يقول رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. مجد البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول. هنا النص يتحدث
عن بيت جديد للرب، بيت جديد غير الهيكل اليهودي، بيت الرب الجديد بنص التوراة سيكون في بلاد العرب، البيت الذي ستساق له الأضاحي في بلاد العرب في ديار قيدار ونبيوت. قيدار ونبيوت هم أبناء إسماعيل كما هو معلوم من سفر التكوين، والبيت الجديد سيأتيه الناس من كل فج عميق، وسوف يكون الملوك خداما لهذا البيت. فيا ترى ما هذا البيت الذي يتسمى الملوك بخدامه، خادم الحرمين الشريفين، بل ويشرف الملوك بخدمته؟ نكمل القراءة في سفر حجي. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. هل تنطبق هذه الصفات، صفات البيت الجديد، على بيت على وجه الأرض إلا البيت الحرام بمكة المكرمة؟ هل تنطبق على الهيكل اليهودي والذي اختفى من الوجود ولا يعرف حتى مكانه؟ هل تنطبق هذه البشارة عن البيت الجديد على مذبح الكنيسة الذي لا تقدم عليه الأضاحي؟ بينما هذا البيت الجديد في هذه البشارات في التوراة سوف تقدم له أضاحي بلاد العرب، تساق له أضاحي أبناء إسماعيل قيدار ونبيوت. وقيدار هو جد قريش، جد أهل مكة، فمن نسل قيدار أتى عدنان، وعدنان هو جد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. فأضاحي قريش قدمت لأي بيت سوى البيت الحرام بمكة المكرمة؟ لم تقدم أضاحي قريش للهيكل اليهودي ولا لمذبح الكنيسة في كل تاريخ العرب، لم تقدم أضاحي قريش إلا إلى البيت الحرام بمكة المكرمة. فهذه نبوءات لا تنطبق إلا على بيت الرب بمكة المكرمة. عندما ترى نصا في التوراة بهذا الوضوح يتحدث بنبوءة صريحة قائلا ويأتي محمد كل الأميين، ويتحدث عن انتقال الرسالة عن بني إسرائيل، ويتحدث عن البيت الذي سوف تساق له أضاحي العرب، عن البيت الذي سيبقى بهيا وتخدمه الملوك، فهذه بشارات لا تنطبق إلا على الإسلام، الإسلام الذي يلزم كل من سمع به أن يؤمن به، وأن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه رسول الله لكل البشر. هذه كانت رسالتي في هذه الحلقة. باب البشارات لا غنى عنه حتى في الجدال مع الملاحدة، فلا يمكن أن يبشر بنبي قبل قدومه بكل صفاته إلا لو كانت النبوة قضية صحيحة والأنبياء رسل الله حقا. ولذلك أوصيكم أن نقرأ كتابا من أفضل الكتب في باب البشارات، وهو كتاب محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى. هذا الكتاب من تأليف قسيس إرميا السابق عبد الأحد داود. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، وأتمنى أن تنشر هذه الحلقة على مواقع التواصل لعل الله أن ينفع بها، فانشروها بارك الله فيكم لعل الله يكتب لنا ولكم الأجر، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.